نعم فروض الوضوء ويسقاط ك فرض يدي سام واجبات كيسا ما هي فروض الوضوء محيط هاي فرض يدي ويسقاط ك تعرف نعم ستة وهي الوجه مع المضمضة والاستنشاق غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق شروطه ويسقاط هو اللح وحوقه الرياء سلو شيق لي هاي دقمذا وجهك يدو أي لصعته سندارسك يلغلغ يده نعم وغسل اليدين مع المرفقين قعمها إن لدقو إلى لغا روح السلطة ومسح الرأس مع الأذنين مدح إن لمسحه يدو أي دقوها إلى صعدان وغسل الرجلين مع الكعبين لغاها إن لدقو إلى أنقو يده والترتيب لابد أن يرتب وإليك له الريان سيدا الشرع وقوك له الرئيس يسندوبا والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف يعني لابد أن يكون الوضوء عبادة واحدة متصلة لا منفصلة وإن ويسقاط قوة الصعود أو الروح أو السنكالقوين يعني الآن بعد أن غسل الوجه أراد أن يغسل اليد اليمنى مثلا دق الجوال وأخذ يتكلم 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 خمس دقائق ثم أراد أن يكمل هذا الوضوء نقول لا هذه عبادة غير متصلة أصبحت منفصلة الآن نعم مثال هان قفك وجهي ودقي كذب من تلفونك أصوى دعي تلفونك يبقوها الله إلى شن دقيقة أوكله هذا نوح ودمعين وقعمها دقيتها صورة قل ماءها نعم